آثار دماء بعض مصابي جريمة كفر غطاط المروعة ما زالت تظهر على بعض أغراض وأرضية سكن الأسرة الذين قام عائلهم بمحاولة قتلهم جميعا ونجح في قتل زوجته وإحدى بناته الخمس. هذه الجريمة المروعة حدثت في هذا المنزل الذي يقع في نهاية شارع مسدود من شوارع كفر غطاط إحدى قرى محافظة الجيزة، ويبدو أن موقعه المعزول وسط منازل مشيدة حديثا وخالية من السكان حتى الآن ساهم في تأخر اكتشاف الجريمة كما يروي لنا الجيران. بالليل النور قطع والكهرباء فصلت كالعادة، وسمعنا صوت وزعيق واستبدت الناس تجري وكده، بيقول لك ده واحد قتل أمه ومراته وأربع بناته. أما هؤلاء فاختاروا عدم الوقوف أمام الكاميرا وذكروا لنا أن الجاني رفع صوت الموسيقى والأغاني من جهاز يملكه، الأمر الذي غطى على أصوات الصراخ من وجهة نظرهم، إضافة إلى أنها منطقة جديدة ولم يعرف الجيران بعضهم فيها حق المعرفة. وجهتنا التالية هي مقهى صغير يجتمع فيه الناس. هو كان بيجي من ضمن الناس اللي كانت بتيجي تقعد على القهوة، هو طبيعي ما فيهوش أي حاجة وشغال وبيطلع شغله كل يوم ما فيش أي حاجة، وبيقعد بيتكلم مع الناس تعامل مع الناس ومفيش اي حاجه وطبيعي ومية مية. هو بني ادم زين يعني طبيعي مفيش اي مشكله، يعني بيشتغل هنا عند واحد هنا اسمه بلال خورده هنا جنبينا. ف انا يعني الموقف نفسه يعني مش قادر استوعب يعني ليه عمل كده يعني. هل تؤدي الظروف الاقتصاديه الحرجه الى ارتفاع معدلات الجريمه خاصه مع ظهور حالات عنف نوعيه غير مسبوقه في كثير من الاحيان وتتخلل في مختلف الطبقات الاجتماعيه؟ الجريمة الجنائية انخفضت بنسبة 17.1% مقارنة ب 2022، إذا كنا نتحدث عن عدد حوادث القتل، عدد حوادث الخطف، عدد حوادث السرقات بالإكراه انخفضت بشكل كبير، ولكن أنا شايف بحكم متابعتي أن هناك نزعة عنف موجودة في الشارع تصاعدت خلال الفترة الأخيرة. روايات ترجح خلافات زوجية بينما تتحرى الشرطة عن المتهم لناحية تعاطي مواد مخدرة، وخاصة أنه خرج من السجن بعد قضاء عقوبة عن جريمة سرقة. تامر نصرت، العربية، كفر غطاطي، محافظة الجيزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.